استاذ خالد. ازاي عرفنا ونبدأنا؟ كامل ليه اشوفك في بنك القاهره يا كامل؟ ما انت عارف بقى البيزنس. قول لي انت جاي تعمل حساب جاري؟ امال يعني جاي اعمل حساب ماشي؟ فكت قوي. بص انا هقول لك على سر ومش عارف اقوله لك ليه. هنا في بنك القاهره بيعملوا حساب بيدوا فيه فايده على الحساب الجاري وشيكات ومزايا كتير قوي قوي، اسمه الحساب المتكامل. المتكامل ولا المتخالد؟ تصدق كده باظ الاعلان. بنك القاهره معا لغدا.